صايل يا سلام. اتوقع هنا بعض الاسماء العملاقه الموجوده ايضا في هذه اللحظه التي تاتي حامله هذه البدايه التي انطلقت هنا تسير مع قمه الانطلاقه في ثاني الاشواط. الدفع الذاتي الذي يبدا يحمل هذه الانطلاقه ما شاء الله وتبارك الله. توقع المزيد من الاثاره بعد ان نبدا بالعد التنازلي وبالعد التصاعدي ايضا للمشاركين. يا سلام مع المركز الاول. اذهب الى الظبي في المركز الاول في هذا التحدي لهجن العاصفه، وتليها في المركز الثاني قمره، في المركز الثاني ايضا لهجن العاصفه في انطلاقة الإثارة مع حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث الشايبة، في المركز الثالث عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، والمركز الرابع هناك قمرة، المركز الرابع في سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي في هذا التحدي وفي هذه الإثارة. المركز الخامس مع الشايدة، في المركز الخامس سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى سالم بن خلفان بالشاوي الغفلي، والمركز السادس هنا ايضا الظبي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد. المركز السابع هذا الشعار المتميز مع سلالة الهملوليات التي تأتي دائما في كل الإثارة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومختار بن أحمد قادم أيضا مع هملولة في هذا الأداء المميز. هنا المركز الثامن متواجدة، مرحبا وأهلا ومرحبا بكل المتواجدين هنا في هذا الميدان محبي هذه الرياضة العربية. نذكر بالنداء 1200 وصلنا مع هذه اللحظة والانطلاق. هنا نتابع السير إلى المقدمة إلى المركز الأول. هنا بدأ الصراع، قلنا لا منادي لا كلام ولا علام، ولكن هنا السوالف كاملة تظهر. قمرة 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 قماري الليل قماري. يا سلام مع هذا الأداء سنحتفل مع قمرة وقماري في هذا المساء والتحدي. يا سلام العاصفة هنا تطلق هذه الاندفاع هناك التي تحاول فيها الظبي، والظبي الظبي بعد هذا تاريخ هنا يحمل الظبي، اسم الظبي فقط هو عنوان للإنجاز، العنوان للإنجاز، فكيف وهو بهذا الشعار المتميز الذي يسجل هنا بقاموس متميز للإنجازات يحمل أيضا هجن العاصفة وتحدياتها. الظبي هنا على المركز الأول وقمرة هنا في الحراسة. يا سلام في المركز الثاني والتدخل القادم من الشايبة في المركز الثالث لهجن الرئاسة. اشتعلي أيتها الحرب دور. يا سلام يا سلام تحرك هناك البارع أيضا بدأ بالضغط على المقدمة، هو الظبي صامد على المركز الأول في هذه اللحظة وفي هذا الأداء الجميل. يا سلام يا سلام النهاية هنا نحتفل أيضا بلحظات وصول الظبي والضغط القادم من الشايبة في المركز الثاني لهجن الرئاسة، والمركز الثالث هنا قمرة على لهجن العاصفة في المركز الثالث، تليها أيضا في المركز الرابع مرحبا هناك لهجن العاصفة، ولكن النهاية تبتسم للعاصفة وهجنها. تهانينا والناموس للمرة الثانية هنا للعاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وأيضا شكرا يا الواثق على أداء الظبي في هذا الشوط. الشايبة في المركز الثاني لهجن الرئاسة، مرحبا في المركز الثالث لهجن العاصفة، المركز الرابع قمرة أيضا لهجن العاصفة وهملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. حلت خامسا. هنا العودة للتوقيت. يا سلام بدأنا في هذه الانطلاقة وشوف التوقيت الذي يحمل هذه البداية. الله 9:33 هنا كما أتابع أيضا في هذا، وست أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي صاحب هذا الاندفاع. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير الشايبة في المركز الثاني لهجن الرئاسة، تهانينا والناموس 9:33 8 من الأجزاء من الثواني. يا سلام شكرا أيضا عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، والمركز الثالث كانت مرحبا في المركز الثالث، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير 9:34 وهناك أيضا 3 من الأجزاء من الثواني. بسم الله الرحمن الرحيم.